بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم مع الناس، نعيش معهم معاناتهم وآلامهم، نسمع لشكاويهم، نكون منبرا لحديثهم وأفكارهم. عدة عناوين لحلقة مع الناس لهذا اليوم، نشاهد معكم العناوين. ويوم الحساب أصبح قريب جدا، ونحذر كل العوائل الموجودة في المنطقة بالخروج. رير ديالا 80 قتيلا مدنيا في بروانة. النجيف يتهم فيان دخيل بدعم عناصر حزب العمال الكردستاني، والعمال الكردستاني يرتكب مجازر في سنجار. تفاصيل الدرجات الوظيفية المستحدثة في قانون الموازنة لعام 2015. حياكم الله أحبتي الكرام، ننتظر اتصالاتكم وآراءكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم على الشاشة، على هواتف برامجنا سواء الزين والآسيا، وكذلك عبر الفايبر. أحبتي الكرام، مع الناس منكم وإليكم. فاصل ثم نعود إليكم أحبتي الكرام، كونوا معنا. أحبتي الكرام، مرحبا بكم من برنامجكم مع الناس. أقدمت ميليشيات والبعض سماها عناصر مجهولة بإعدام 80 مدنيا ونازحا في قرية بروانة شمال شرق ديالة، أمام أنظار القوات الأمنية والناس أجمع. وقال نائب محافظ ديالى السيد فرات العزاوي أن الميليشيات جمعت المدنيين والنازحين وأغلبهم من الشباب في ساحة في قرية بروانة، وأعدمتهم بإطلاق النار عليهم أمام أنظار الجميع، موضحا أن عملية الإعدام تمت أمام أنظار الأجهزة الأمنية دون أن تحرك ساكنا، لافتا إلى أن الميليشيات اقتادت أيضا 35 شخص آخر غالبيتهم من النازحين إلى جهة مجهولة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان أبو حسن السيد هادي العامري زعيم منظمة بدر والنائب البرلماني ووزير النقل السابق وقائد الحشد الشعبي عن تطهير محافظة ديالى بالكامل من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، ودعوته القوات الأمنية والحشد الشعبي إلى حفظ أموال المواطنين. وقال أبو حسن هادي العامري في مؤتمر صحفي عقده في محافظة ديالى: نعلن تحرير ديالى، ولقائنا المقبل سيكون في صلاح الدين بعد تحرير تكريت وكركوك قريبا، داعيا الأجهزة الأمنية إلى الإسراع في تطهير المنطقة من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة. بينما في تطور خطير لهذا الموضوع، أعلنت كتلة رئيس البرلمان السيد أسامة الدكتور سليم الجبوري بجمع التواقيع لاستضافة دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة للوقوف على الخروقات الأمنية في ديالى. معانا اتصال، حسام تفضل. يا حسام تفضل. يا حسام المتصلين، كل متصل ياخذ وقت دقيقتين فقط لأن وقت البرنامج ضيق. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام.
الو السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل انت على الهواء. اخي ممكن اشارك؟ تفضل انت على الهواء، تفضل. يا اخي صدق هاي سنة 2015 سنة 2014 ترى لا موازنة، لا موازنة راح يقرونه ولا راح يسوون تعيينات للشعب ولا الفقراء يطورهم اي شيء، لا طالقين درجات اي شيء كل شيء يسوونه هم حسام. 2014 2013 فردوا وخذوا بيناتهم وفضلت راحت اي شيء ما يسوون. طالقين درجات وظيفية، وانتظرنا آخر الحلقة إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع الدرجات الوظيفية واليوم التصريحات البرلمانية. شكرا حسام، شكرا. في تطور خطير كما ذكرت، الآن كتلة ديالة هويتنا تسعى داهدة لاستضافة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة للوقوف على الخروقات الأمنية في ديالة، والتي أدت مؤخرا إلى مقتل 80 شخص في بروانة، رغم أن الذين تم إعدامهم هم من النازحين وبعضهم من المدنيين العزل، وأن تنظيم الدولة الإسلامية أساسا لم يدخل إلى هذه المدينة. للوقوف على أكثر في هذه التفاصيل سيكون معنا أيضا عبر الهاتف الناطق باسم حراك ديالة الشيخ أحمد سعيد إن شاء الله بعد دقائق للوقوف على تفاصيل هذه الحادثة. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. علي سامي تركي من محافظة بابلون. حياك الله علي، تفضل. الله يخليك أبوي. 4 أشهر صار لي بمصر بيتي محاصرهم داعش، الفرقة التاسعة اللي هو 37 الفوج الثاني، نطلب من العبادي أن يوصلهم تعزيزات المصر بيتي. لا صار مثل شارات سبايكار ياخذهم داعش. نعم، احنا طبعا بصراحة باسم القناة وجهنا نداء لهذا الموضوع أكثر من مرة، ودزيرة برسالة أيضا لقيادة عمليات صلاح الدين للوقوف على هذا الموضوع، وإلى الآن احنا ممكن أيضا خلال الحلقة أو بعد الحلقة ننتظر رد جواب من قيادة عمليات صلاح الدين للوقوف على هذا الموضوع. من الحلقة الماضية أيضا ناجدونا كثير من الأخوات عن هذا الموضوع، أن قسم من الأشخاص من الفرقة السابعة محتجزين في مصفى البيجي وإلى الآن ماكو خبر منهم، صار لهم 4 أشهر، وبعثنا أيضا كتاب إلى قيادة عمليات صلاح الدين. شكرا الأخونا من بابل علي من بابل، شكرا لك. في أيضا نعود إلى موضوع الديالة، في تطور أيضا مهم وخطير أكد الدكتور سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي عن أن سيارات مضللة دخلت إلى حوض شروين في ديالة، وقامت أيضا بحرق المنازل وبهدم المساجد بطريقة أو بروح انتقامية على حد وصف الدكتور سليم الجبوري، ودعا الدكتور سليم الجبوري إلى تعويض المتضررين. يا شباب، الدكتور أحمد سعيد الناطق باسم حراك ديالة سيكون معنا إن شاء الله على الخط. إذن هذا موضوع ديالة موضوع مهم. معنا اتصال، تفضل. ألو. نعم. ما بيت شنو والله. نعم. تفضلي أختي، أنت على الهواء، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا محمد مقصود أي عرفي. الصوت مو واضح أختي. انقطع الاتصال، اتصال آخر. فصل الاتصال ايضا، اتصال اخر ايضا، تفضل. انقطع الاتصال ايضا. سياسيين وزعماء عشائر عراقية اتهموا مسلحين باعدام اكثر من 70 مدنيا عزل كانوا يفرون من القتال مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية بمحافظة ديالة شمال شرق بغداد.
وزارة الداخلية نفت هذا الحادث، لكن قامت بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر. وعقب الإعلان عن قيام عصابات مجهولة على حد وصف بعض السياسيين، بينما بعض السياسيين الآخرين يقولون ميليشيات ضمن تشكيلات الحشد الشعبي، قامت بإعدام 70 مدنياً سنياً في بلدة بروانة 65 كيلومتر شمال شرق بغداد، والمحاذية لإيران شباب تحصلوا لي الشيخ أحمد سعيد. إذن أحبتي الكرام، فاصل ومن ثم نعود إليكم، نكمل إن شاء الله وإياكم معكم برنامج مع الناس، منكم وإليكم. ننتظر اتصالاتكم على هاتف البرنامج 0780-111-7372 هذا الفايبر، كذلك 0770-494-6699 هذا الآسيا، كذلك 0781-655-0343 هذا الأثير. ننتظر اتصالاتكم وأراءكم ومشاركاتكم. فاصل أحبتي الكرام ومن ثم نعود إليكم. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي الكرام، مستمرين معكم. سيكون معنا الدكتور أحمد سعيد، شباب بالكنترول الدكتور أحمد سعيد من ديالى الناطق باسم حراك ديالى. نعود أيضا إلى موضوع ديالى إلى أن نؤمن الاتصال. دعا الدكتور عامر المجمع محافظ ديالى والنائبة ناهدة الدايني وهي من معقوبة أيضا إلى التدخل في بروانة، وقالت النائبة الدايني أن مسلحين دخلوا مساء أمس إلى بروانة وأعدموا أكثر من 70 شخص، وأضافت هذه مجزرة حقيقية نفذها المسلحون، كما أوعز المحافظ إلى القيادات الأمنية بفتح تحقيق موسع لكشف الجنات، داعيا الرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والحكومة بضرورة التدخل للتحقيق في هذه المجزرة. معنا اتصال من بابل، تفضل. اتصال، تفضل. فصل الاتصال. الدكتور ينضم معنا الدكتور أحمد سعيد الناطق باسم حراك ديالى. شيخ أحمد مرحبا بك. مرحبا بكم بقناتكم وجمهوركم. بداية حدثنا عن هذه المجزرة في بروانة ومن يقف وراءها وما هي أسبابها، تفضل شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سلسلة مجازر ترتكب بحقها سنة ديالى منذ سنتين إلى هذا اليوم، وآخرها مجزرة كروين حينما فجروا المساجد وسرقوا الدور السكنية، والآن في بروانة منطقة ليس لها داعي. نعم، فصل الخط. أيضا وصلت قوة أمنية كبيرة أمس الثلاثاء من الجيش والشرطة إلى محيط بروانة، وقامت بتطويقها من جميع الجهات وأغلقت المعابر الرئيسية المؤدية إليها وسط إجراءات أمنية مشددة. وقال مصدر أمني أن لجنة تحقيق عليا ستصل في القريب العاجل. طبعا نعم، يعود إلينا الدكتور الشيخ أحمد سعيد. شيخ أحمد تفضل. طبعا اللجنة التحقيقية لم تأتي ولم تصل، طوق المدينة، وكلما تمر الأيام الآن تمضي معالم الجريمة، تطمس معالم الجريمة تطمس، والآن بالعكس هناك بعض الناس في بروان مهددون بالقتل، وقتل يعني في خلال 24 ساعة الماضية
بعض أهالي منطقة فروة. نعم. طيب شيخ، من يقف وراء هذه المجزرة؟ ولماذا في هذا الوقت بالتحديد؟ وليش بروانة اللي أساسا ما حد داخل لها أساسا؟ شباب الصوت انقطع الشيخ الاتصال. انقطع ايضا الاتصال، ما اعرف كان في خلل بالاتصالات. ايضا لجنة عليا ستصل في القريب العاجل الى بروان من اجل الوقوف على طبيعة حادثة مقتل العشرات من الرجال من قبل. معنا حسين من بابل، تفضل حسين. تفضل حسين تسمعني؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل، عليكم السلام، اسمعك. بس الصوت مو واضح شباب. طيب أحبتي الكرام، الشيخ أحمد انقطع الاتصال. طيب يحاولون الشباب. طبعا بالحقيقة موضوع بروانة هذا ليس بالجديد وليس الأول من نوعه في ديالة، ولكن هذا الغريب، المنطقة آمنة، منطقة ما لها علاقة بأي شيء، أن تقوم تقتحمها ميليشيات وتقوم تذبح لها 70 واحد ما عندهم ذنب، وبعضهم نازحين أساسا، نازحين يعني هم، يعني ما أريد نتكلم نتجاوز بالكلام، لكن هذا شيء غريب. هذه مجزرة مروعة، تطورات في الوضع خطير جدا، أن الحراك الشعبي اليوم أصدر قرارا بوضع حد لهذه الممارسات، ويطالب أيضا الأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان بالانسحاب من الحكومة إلى أن يجدوا حل لهذا الخلل أو الخرق الأمني الكبير. للأسف الشديد خروقات أمنية كبيرة وكثيرة، ولم نجد أساسا لها أي حل إلى الآن. معانا فوزية من الفلوجة، تفضلي يا فوزية. تفضلي. تفضلي فوزية، تفضلي أختي. السلام عليكم. عليكم السلام. من اي منطقة اخذوه؟ نعم. من اي منطقة اخذوه؟ شباب الاتصال، اعتقد الاتصال سيء. انا ساعود الى الاتصالات بعدها. بالحقيقة اذا الشباب نعود الى موضوع السيد أسامة النجيفي والنائبة فيان دخيل، ومن المؤمن أن يكون معنا عبر الهاتف السيد غانم العابد، وكذلك النائب طالب المعماري أيضا عن محافظة الموصل. لكن السيد أسامة النجيفي في تصريح له قال أن النائبة فيان دخيل وجهت الاتهامات لرموز وطنية دفاعا عن مجرمي الحزب العمال الكردستاني بالنص. هذا نص ما قال بيان السيد أسامة النجيفي، مبينا أنها مارست لعبة ذرف دموع التماسيح على شخصيات لا تمثل المكون الأزيدي، فيما أشاد بموقف رئيس الإقليم السيد مسعود البرزاني الذي أدان اعتداء مسلحو حزب العمال على القرى العربية المحررة. طبعا هناك موضوع مهم، أن حزب العمال الكردستاني مع
ميليشيات قاموا باقتحام العدد من المدن أو القرى العربية، وكذلك قامت باختطاف عدد من النساء، بقتل عدد من الرجال، بخطف أيضا النساء، بتهديم مساجد، بحرق منازل وإلى آخره. وأعتقد إحنا لدينا الكثير من الصور الآن والفيديوهات أيضا التي وردتنا من مقربين، هذه حرق للقرآن أيضا في مناطق أيضا جامع بدر الكبرى، وهذه أيضا داخل مسجد محروق أيضا. وأعتقد معنا تعود لنا اتصال فوزية من الفلوجة، تفضلي. نعم تفضلي أختي. أليو. تفضلي. وصلت رسالتك الآن، أنا راح وصلت رسالتك أختي، وصلت رسالتك. معنا اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام. شلونك؟ أنا أبو يوسف. يبارك بيك. نعم. أنا أبو يوسف من أهلين المبار. ونعم كل الهنا، تفضل. بخير، يبارك بيك، يحفظك ويسلمك، تفضل. إحنا لسنا محاربين. نعم. احنا نريد طمعنا العراق يا اخويا ويخلون ايران بمكاننا. نعم. وان شاء الله لسنا هم المنصورين بقوة الله. والحل شنو الحل برايك ابو يوسف؟ شنو الحل؟ انقطع، انفصل الخط. ايضا من المهم ان يكون معنا غانم العابد السياسي العراقي. ايضا النجيفي قال في بيان له خاص ان النائبه فيان دخيل ظهرت امس لتمارس لعبتها في ذرف دموع التماسيح على شخصيات لا تمثل المكون الازيدي وتريد خلق ابطال منهم بالرغم من جرائمهم. معنا اتصال. تفضل. الو. تفضل. السلام عليكم. السلام. صالح اخي. يبارك بيك يسلمك. الله ان شاء الله ينصر الشعب العراقي. امين. ان شاء الله منتصرين على الاعتداء. ان شاء الله. شيء قادر. تفضل. تفضل. الصوت يقطع وما افهم شيء، ممكن الصوت يقطع. اتصال اخر، تفضل. تفضل. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليك كيف صحتك؟ يبارك بيك. الو. اسمعك تفضل. احبتي الكرام، اعتقد هذا راح ناخذ فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله معنا اتصالات، وكذلك راح نتحدث عن الدرجات الوظيفية المستحدثة في الموازنة لعام 2015. فاصل ومن ثم نعود إليكم، كونوا معنا.
مرة أخرى أحبتي الكرام، مرحبا بكم مستمرين معكم في برنامجكم مع الناس. بالحقيقة موضوع الموصل موضوع شائك وكبير. النائبة فيان دخيل اللي كان من المؤمل أن تكون معنا أيضا عبر الهاتف، لكن أعتقد اعتذرت لأسباب، في يوم أمس وجهت اتهامات جزافا بحق بعض الرموز العراقية الوطنية والذين تحدثوا عن مأساة اليزيديين ويعملون من أجل التحرير، وذلك دفاعا منها عن الحزب العمال الكردستاني بالتعاون مع حيدر ششو وقاسم ششو الذين هذا ما ذكره. هذا الكلام ليس من عندي، هذا الكلام ذكره بيان النائب رئيس الجمهورية السيد أسامة النجيفي. معنا اتصال، تفضل. الو، تفضل. تفضل، اسمعك اسمعك انت على الهواء، تفضل. احبتي الكرام، راح نتحدث موضوع الموصل، انتهينا من موضوع الموصل، راح نتحدث عن الدرجات الوظيفية المستحدثة في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015 والتي تضمنت تخصيص درجات جديدة إلى وزارات التربية والعدل والمفوضية والمفوضية العليا للانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان، مع بقاء عدد من الوزارات على نفس تخصيصاتها الوظيفية السابقة. يعني الآن الدرجات الوظيفية اجت إلى وزارات العدل والتربية ومفوضية العليا للانتخابات اللي كانوا بعقود الآن تم تثبيتهم، وأيضا المفوضية حقوق الإنسان. هي وين هي حقوق الإنسان؟ هي وين هي حقوق الإنسان؟ عمود تجون الثبتون موظفين على حقوق الإنسان، إما تروح على الكهرباء، هذا أبو الكهرباء، العقد أبو الكهرباء، لحد الآن أنتم ما مثبتينه زين، ويطلع عقود كهرباء ويروح يصعد فوق التيول ويروح يجوز يتكهرب، وبعضهم مات وهو عقد أساسا ولا طلع له تقاعد ولا طلع له أي شيء لأن هو ما مثبت. زين أنت ليش ما تروح على أبو الكهرباء الثبته، تروح على بوزارة التعليم العالي تثبتهم؟ يعني هذه عقود مهمة أنك تثبتهم، بدل أنت ما تيجي تثبت لي أبو حقوق الإنسان، هي اللي هي أساسا حقوق الإنسان اللي هي أساسا ما موجودة بالعراق، تروح أنت تروح لي على حقوق، وهي وين حقوق الإنسان؟ أنت ما شوف الإنسان الصاير بالشوارع، وين حقوق الإنسان؟ إحنا بس حاطين وزارة كبرى وشقدة وزارة حقوق الإنسان، وأصلا أنت من تروح الدائرة حكومية ما يعاملك بحقوق الإنسان، هسا أنت تروح تراجع أي دائرة حكومية ما حد يعاملك أنت كإنسان أو بحقوق الإنسان. معنا اتصال. ألو، تفضل. غسان زجر من الحويجة، يعني من الحويجة. ونعم كل الهلا، شلونك امورك؟ يبارك بيك وحفظك. شلونك يعني استعد امورك؟ والله بنعمة وبخير اذا انت بخير، تفضل انت على الهواء سولف. حياتي استعد، اسمع اقول لك خلنا خدمك ساكن. اي قول تفضل. والله اقسم بالله اسألتك سالفتين وداعت جهالي. نعم. خلني اريح قلبك وريح الشعب العراقي كله، لان هذه بنظرتي شفتها بعيني. نعم. طلعت من الحويجة على اتجاه تكريت، اريد اروح البغداد ادير سيارتي واهلي وياي. نعم. اخذوني الحجز الشعبي، الله يسعد، قلت لهم هلا وسهلا، انا جنسيه انطيتهم الجنسيه غراوه سني. نعم. تفضلوا يا انا على اسماء. اي. فنزلوني. نزلوني من السياره، اخذوني وشدوا عيوني. نعم. خمس ايام كنت لهم بيا لا ماكل لا شارب ولا عندي علم باي موضوع. شهر مو داعش. الله شهد داع جهالي، داع جهالي مو داعش، حيد الشعبي. نعم.
حطوني برميل مربع مال مي. نعم. قاموا وشوف المسدسات والرشاش فوق راسي يضربوني هيش متر بين وبين رجلي، يضربون على راسي هيش تطويش. نعم. وبعدين طلعوك شو طلعوك؟ السيارة صادروها شيروك سيارة 13. زين. طلعوني شدوا عيوني وزتوني المشهد العام. اوكي وصلت رسالتك. الحين وقت البرنامج ضيق، انا راح بنهاية البرنامج راح اتكلم عن موضوعك. شكرا خال وكل الهلا بالحويجة. شكرا. زين. وبحسب يعني هذه الدرجات الوظيفية احنا الى نعيد الموضوع. الان الاخوة يسارعون الى وزارة التربية والعدل ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان، هذه الان استحدثونها درجات وظيفية. وبحسب عضو اللجنة المالية النيابية النائب مسعود حيدر والذي كان من المؤمل ان يكون معنا ايضا، فإن عدد الدرجات الوظيفية في الموازنة المالية بلغت ما يقارب 35,000 درجة وظيفية، يعني 30 مليون 35,000 درجة وظيفية بس. مهم. مضيفا أن الموازنة تضمنت تثبيت عقود الموظفين في المراكز الانتخابية الذين تعاقدوا معنا، ينضم معنا هاتفيا عضو اللجنة المالية النيابية السيد مازن المازني. سيد مازن مرحبا بك. فصل الخط. نعود نكمل اللي يعني يتم الاتصال بالسيد مازن المازني عضو اللجنة المالية النيابية. وأوضح أيضا أن الموازنة تضمنت تخصيص 4,000 درجة وظيفية لوزارة التربية. 4,000 درجة وظيفية لوزارة التربية بس، اللي هي لازم وزارة التربية اللي هي أهم وزارة، اللي لأنه إحنا نهتم بتنشئة جيل، لازم أهم وزارة هي التربية. 4,000 درجة وظيفية لوزارة التربية، وأيضا تخصيص 1,000 درجة وظيفية لوزارة العدل. 1,000 درجة وظيفية وزارة العدل. والموازنة تتضمن أيضا استحداث 50 درجة وظيفية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان. أيضا ذكر أن وزارة الصحة تخصيصها الوظيفي البالغ 13,000 درجة وظيفية، بالإضافة إلى 1,500 درجة وظيفية للرعاية الاجتماعية. الآن وزارة الصحة 4,000 درجة وظيفية، والعدل 1,000 درجة وظيفية، وأيضا وزارة الصحة 13,000 درجة وظيفية و 1,500 درجة وظيفية للرعاية الاجتماعية. وأيضا تخصيصات وزارة التعليم العالي للجامعات بلغت 750 درجة وظيفية للتعليم العالي. وأيضا المجلس القضاء الأعلى 150 درجة وظيفية. أيضا النائب عن عضو اللجنة المالية قال إحنا 4,000 درجة وظيفية للتربية والتعليم، لكن اليوم وزارة التربية والتعليم أعلنت عن تخصيص 5,000 درجة وظيفية للتعيين بصفة مدرس ومعلم في عموم البلاد من قبل وزارة المالية. يعني هذه بشرى ربما للمعلمين للمدرسين بأنهم سيكون هناك تعيينات جديدة، لكن 5,000 بالنسبة للعراق كامل أعتقد الرقم يعني غير مفرح، لأن يحتاج الشارع مدرسين ومعلمين وما شاء الله خريجين الكليات العاطلين عن العمل يوميا. زين يعني احنا بالسنة نخرج قد عاطلين عن العمل، واحنا كان صارها كم سنة ماكو تعيينات وواقفة التعيينات، فاعتقد ان الرقم شوي غير مفرح صراحة. ويعني رغم ان اعتقد ممكن 2,000 منه و 3,000 من هذا الرقم راح يروح للواسطات وللعرف وللمعارف، ويبقى الفقير الى الله سبحانه وتعالى. فموضوع الدرجات الوظيفية، الناس تنتظر درجات وظيفية فعلية. الناس طبعا رسائل كثيرة تردني الان عن موضوع الحنطة، واحنا على اساس من المؤمل ان يكون
أن يكون يعني معنا النائب شعلان الكريم، النائب عن أو عضو لجنة الزراعة البرلمانية، كان من المؤمن أن يكون معنا، لكن للأسف هو اعتذر أيضا، يعني لأنه اليوم بصراحة الوضع الأمني داخل البلد اليوم الوضع متأزم، والكل يتجه نحو يعني حل الأزمات، فكثير من النواب اعتذروا عن المداخلات الهاتفية. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وياك إسماعيل من السليمانية. أبو علي كل الهلا. وياك إسماعيل من السليمانية. إسماعيل تفضل. شلونك عيوني؟ شلون صحتك؟ يبارك بيك وسلمك. ألو. أسمعك، تفضل تفضل إسماعيل، تفضل أسمعك. والله يا أخي بالنسبة للنازحين، بالنسبة يعني هذول يعني المفروض ما نسكت عنهم. نعم. المفروض ما نسكت عنهم يا أخي، والله العظيم يعني عايشين بضيم وقهر. يعني هالثاني مثل قاعد ومرتاح، أنت قاعد ومرتاح، أكو غيرنا هذا المي ما لاقين يشربونه. والله الله يشهد، المي ما لاقين يشربونه يا أخي. شوفوا لهم شاروا، هم دي يسوون حقوق الإنسان، يا حقوق الإنسان هاي دي يسولفون عنه، يا تربية يا تعليم. خلي يشوفون شارة لهالنازحين، خلي يشوفون شارة لهالعراقيين، الأرامل، النسوان. يعني هسه الحكومة يرضى زوجته أو بنته أو أخته تطلع هيك بالشارع أو تقعد بالعراء يا أخي، قاعدين بالحدايق. يعني هسه قلنا راح الشتاء ما يخالف، زين راح يجينا الحر، راح يجينا الحر، وهاي الأطفال شنو ذنبهم؟ هاي الأطفال يا أخي والله العظيم، والله العظيم العراقيين الله يساعدهم إن شاء الله، الله يعين العراقيين. والله يا أخي مأساة مأساة. يعني أكو حالات ترى ما تظهر بالإعلام، حالات مخفية بس الله يعلم بها، بس الله يعلم بها يا أخي. والله العظيم يعني أتمنى، يعني أتمنى من الله، إحنا ما نتأمل ترى من الحكومة، كل شيء ما نتأمل من هذا، نتأمل من الله سبحانه وتعالى أن يفرج علينا هاي الهموم، ويرجع أهلنا ويرجع النازحين لأهلهم، يرجعهم الآلم سالمين يا رب العالمين. آمين. يا رب والله. آمين. العظيم يعني أسان قاعد ومرتاح، بس أكو غيري ما لاقي مي يشرب. هذا المي شنو المي ما لاقي يشرب يا أخي. شكرا. أتمنى من خلال قناة إسماعيل اللي رفعت، والله العظيم يعني اللي رفعت رؤوس هواية ناس، زين ناسكم والله العظيم يعني وي السباقة بالخير. شكرا شكرا إسماعيل من سليمانية، شكرا لك. أنا راح أعود سريعا قبل أن أختم الحلقة، أعود سريعا إلى طبعا تحدثنا عن موضوع الفرقة السابعة اللي هو 37 من بابل، اللي طبعا اللي محاصرين بمصفى البيجي. أيضا فوزية من الفلوجة تقول ابنها وأخوها حميد محمد حميد صار له 3 أشهر واعتقلوه، ومرة يقولوا لها بالكاظمية ومعروف وين. هذا احنا لازم ايضا نجد ان شاء الله لها حل. اعود الى بعدين الى موضوع اخونا من الحويجة، نستقبل هذا الاتصال بعدها. تفضل تفضل. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمعك أخوي، أريد أشارك بالبرنامج. أنت على الهواء مباشرة، تفضل. أشكرك أخي بخصوص النازحين. نعم. يا أخي والله محال هاي، لا والله محال هذا النازحين. نعم. يا أخي قاعدين بالهياكل قسم حتى هيكل ما لاقي. ثق واعتقد لو تشوف على حالهم، يعني رئيس وزراء بالنسبة له قاعد ومرتاح، رئيس جمهورية هكذا، وقوات الأمنية نفس الحكي، ماكو أي حل، ماكو ليش يعني ما يسوون حل للنازحين. يا أخي أسوي لهم كرفانات يا أخي، أطفال والله العظيم تنقار عليهم. وصلت رسالتك. أنا
اعود الى موضوع اخونا من الحويجه، قال انا طالع انا واهلي من صارت احداث الحويجه باتجاه بغداد، اعتقلون الحج الشعبي وطلقات ويرمون علي ويضربوني وكذا، وبعدين صادروا الشيروكي 2013 مالتي وحطوني على الشارع وانا ومشيت. فهذه التصرفات التجاوزات، واحد من يتكلم يقولون عنا هذا طائفي، واحد من يتكلم يقولون عنا هذا يثير ويأجج وكذا. لا، احنا مو ضد اي احد، لكن احنا احترموا الناس. وهسه حاطيني بعد درجات الحقوق الناس، تفضل حقوق الانسان، تفضل اتصال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. معك محمد دلس من الرمادي. ونعم كل الهلا. السلام عليكم. تفضلي. وياك يا محمد دلس من الرمادي. ونعم كل الهلا، تفضل. خلاص شباب، انا لا استقبل اتصالات، خلاص. موضوع النازحين موضوع شائك، موضوع النازحين موضوع كبير، لكن ما اعرف انا الغيره وين راحت. احنا الغيره العراقيه ترى ينضرب بها المثل، لكن موضوع النازحين انا ما اعرف وين راحت هاي الغيره العراقيه للاسف الشديد. لكن لازم يجي يوم وتنحل هذه الازمه، لازم يجي يوم ويصير حل لهذه الأزمة، لازم. وما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. مع الناس حيث تعصف من رياح التغيير، فيكون ملاذ فضفضتنا مع الناس، مع الناس منكم وإليكم. نلقاكم بإذن الله مساء السبت، إلى ذلكم الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.